نصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا فيك يا فندم. أهلا بحضرتك. موجة حرة ابتدت بدري شوية ومكملة معانا، تفاصيل الجو إيه بقى النهاردة؟ بالفعل هي موجة حرة إلى شديدة الحرارة وطويلة كمان بشكل كبير، لأنها ابتدت معانا بشكل ملحوظ اليوم السبت الماضي، ومتوقع استمرارها بأيام هذا الأسبوع إن شاء الله. يمكن احنا اليوم متوقع استمرار الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره، واللي تعتبر قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي 4 لـ5 درجات، لان السبب في ارتفاع قيم درجات الحراره هي مصادر الكتل الهوائيه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه. الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي ارتفاع في قيم درجات الحرارة. ما زالت الأجواء شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 38 درجة مئوية، محافظات الصعيد الأقصر وأسوان ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية. المحافظات الدافئية أجواءها شديدة الحرارة خلال فترة النهار. المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط أجواءها بتكون أجواء حرة، وهي أيضا بتشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة وأعلى من المعدلات الطبيعية. كمان الارتفاع مش بس فترات النهار، هنلاقيه كمان في فصل الليل. قيمة درجة الحرارة الصغرى بترتفع ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، فبالتالي بنلاقي كمان أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة في معظم المحافظات، خاصة ان فترات الليل نسب الرطوبة بتبدأ تزيد، فبالتالي بتحسسني اكثر بارتفاع قيم درجات الحرارة كمان فترات الليل. لو في بعض الليالي بيكون فيها نشاط للرياح يمكن ده بيساعد بعض الشيء على تبديل الاجواء، وبالفعل اليوم في طبعا نشاط للرياح في بعض الاماكن زي محافظات السواحل الشمالية او جنوب البلاد، ده يساعد على تبديل الاجواء فترات المساء وساعات الليل، لكن طبعا مش هيأثر بشكل كبير في فترات النهار، لان طبعا الارتفاعات ملحوظه فتره الظهيره مفيش نشاط رياح، فبالتالي بحس بقيم درجات حراره اعلى. واكد تاني ان قيمه درجه الحراره اللي انا بقولها مع حضرتك هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، في الظل طبعا المواطن، طبعا اكيد المواطن لو بيتحرك تحت اشعه الشمس او بيتحرك في الشارع في العموم هيحس بقيم درجات حراره اعلى. احنا لسه ما وصلناش لذروه الموجه. ذروه الموجه لسه ان شاء الله. ذروه الموجه امتى يا دكتوره منار؟ بكرة الخميس إن شاء الله والجمعة هتكون ذروة الارتفاعات في قيم درجات الحرارة، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل ل 40 درجة مئوية خلال فترة النهار، محافظات الجنوب 45 درجة مئوية، وإن شاء الله متوقع مع يوم السبت اللي جاي تبدأ التوزيعات الضغطية تختلف نوعاً ما، يكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون معانا يوم السبت انتصار لحدة هذه الموجة، انخفاضات طفيفة في قيم درجات الحرارة بمعدل من 3 لـ4 درجات، فمتوقع إن شاء الله مع يوم السبت والحد والاثنين بداية الأسبوع اللي جاي تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 لـ 36 درجة مئوية، وبتدريجي كده نرجع للمعدلات الطبيعية، لكن أنا خليني بس أكد إن إحنا مش معنى إن إحنا بنقول انخفاضات إن إحنا هنرجع للأجواء الربيعية، إحنا خلاص بدأنا في شهر 6 اللي تعتبر دايماً هي أشهر فصل الصيف 6 و7. بدأنا بدري قوي يا دكتورة منار. هو بدأنا بدري شوية الصيف. خلينا نقول إن إحنا قيم درجات الحرارة المرتفعة وأعلى قيمة درجة الحرارة على مدار العام كله بنشكلها فصل الربيع، وخاصة في النص الثاني من فصل الربيع. بنحس بالارتفاعات في فصل الصيف نتيجة ارتفاعات نسب الرطوبة الكبير، يعني إحنا ممكن نلاقي قيم درجات الحرارة فصل الصيف ما بين 33 و34، ممكن تكون 35، بس احساسي بيها بيوصل ل 38 و39 عشان الرطوبه بالظبط نتيجه الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه. فلازم ناكد على كل الساده المواطنين خلاص الثلاث شهور الجايين مهم جدا ناخد بعض الاحتياطات عشان ما نتاثرش بالارتفاعات في قيم درجات الحراره، واهم حاجه هو تجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره. طبعا من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، الفتره دي بنسجل فيها قيمه درجه الحراره العظمى. لو بقدر الامكان لو انت بقى موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس، شمسيه او كاب، اي شيء
يحمينا من اشعه الشمس. مهم كمان كثير من المرطبات والسواحل واهمها الميه، نسبه الميه تبقى موجوده في اعلى مدار اليوم. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، نتواجد في اماكن غير التهويه، وطبعا استمرت المتابعه الجيده لنشره الشمس. أكيد طبعا، يعني نصائح هامة جدا بنشكر حضرتك عليها دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 38-24، الإسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 31-22، مطروح 30-21، ودمياط 32-23، بورسعيد 32-23، والإسماعيلية 39-23. السويس العظمى فيها 38 والصغرى 22، أما في العريش 34-22، كاترين 34-16، طابة 36-23، حلايب 35-29، وشلاتين 40-27، شرم الشيخ 42-29، والغردقة 40-28. في الفيوم العظمى 39 والصغرى 25، وفي بني سويف 39-24، الوادي الجديد 44-28، وأسيوط 41-23، سوهاج 43-27، وقنا 44-28، الأقصر 45-29، وأسوان 45-30. درجات حرارة مرتفعة زي ما حضراتكم شايفين، ولكن نصائح هامة جدا لازم نتبعها من هيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة واستكمال فقرة صباح الخير يا مصر. أشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. شكرا يا هالة.